سلاحي، يا قاتل يا مقتول. اليوم قناة الليبية مش هتاخدوها، قناة الشبابية، قناة الجماهيرية، طرابلس، ليبيا كلها مش هتاخدوها. كلنا هنا مسلحين، اللي ما عندهش سلاح مستعد ان هو يكون درع من اجل ان يقوم بحماية زميلة وزميلته في هذه القناة. كلنا مستعدين ان احنا نستشهدوا، احنا ندافع عن الله. واضحة، الرسول عليه الصلاة والسلام في اقواله كان صريح وواضح. اي جهاد تتكلموا عليه؟ اما جهاد، الجيش الليبي يتردد الف مرة قبل ان يطلق طلقة، لانه ما يبيش يقتل اخوه الليبي. ولكن انت جايني مسلحك الناتو ومسلحاتك ايطاليا ومسلحاتك فرنسا، وجايب معاك الاباتشي، وجايب معاك طيران من فوق يقصف تجورة. اليوم كانت شبه الناس والمسلمين